المحاضرة الرابعة هتتكلم عن الديفرنشيشن اللي هو التفاضل. أول حاجة هنتعرف عليها هو التفاضل باستخدام تعريف النهايات، يعني هيعرف التفاضل بدلالة النهاية. بعد كده باخد ازاي كتطبيق برضو على النهايات والتفاضل، باخد ازاي بجيب معادلة المماس، معادلة العمودي للمنحنى بتاعي. في الآخر خالص باخد قواعد للتفاضل، وديت بتبقى أعم شوية. نبدأ أول حاجة تعريف differentiation using ايه limits. لو أنا عندي دالة y بتساوي f of x، فبقول إن المشتقة بتاعتها عند ال x هي الدالة f داش. برمز للمشتقة ب f داش، مش f داش بس، ممكن f داش of x dy by dx، إن أنا بفاضل ال y بالنسبة لل x y داش. ممكن دي اف اوف اكس على دي اكس، معناه ان انا بفاضل الدالة اف اوف اكس بالنسبة للاكس، او دي كابتل اكس واي، معناه ان انا بفاضل الواي بالنسبة لمين؟ للاكس. دي رموز كلها ممكن استخدمها ايه للمشتقة. طب يعني ايه برضو تعريف المشتقة باستخدام الليمت؟ قال ان الاف داش اوف اكس بتساوي ليمت الاتش تقول للزيرو للاف اكس زائد الاتش ناقص الاف اكس على ال h. بمعنى تاني اللي هو مقدار التغير في الدالة على قيمة الايه التغير بتاعي. فقال لي لو انا حسبت دي وكانت موجودة، معنى كده ان ال f ايه قابلة للتفاضل، وبجيب الناتج بتاعي. تمام كده. يبقى انا لو جالي مسألة وعايزة احلها باستخدام هذا التعريف بعمل ايه؟ يبقى انا اول حاجة بكتب دي هي f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h، بكتبها واعرف الصيغة بتاعتها، اعمل عملية التبسيط، اجيب الليمت للصيغة المبسطة. مثال قال لي لو انا عندي الدالة f of x بتساوي x تربيع، عايز يجيب ال f داش of x، وبعد ما بيجيبها عايز يجيب ال f داش للسالب 3، يعني لما ال x بيساوي سالب 3 قيمة المشتقة بكام. مرة تانية لما ال x بيساوي 4 قيمة المشتقة هتبقى بكام. قلنا اول حاجة ان انا بكتب شكل ال f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h. f x زائد ال h عبارة عن ايه؟ ان انا باجي في الدالة بتاعتي اشيل كل x وحط x زائد ال h الكل تربيع، ناقص f x اللي هي نفس الدالة ناقص x تربيع على ال h. ببدأ الخطوة التانية اعمل عملية فك وتبسيط، فهفك x زائد ال h كل تربيع ل x تربيع زائد 2 x h زائد ال h تربيع ناقص ال x تربيع على ال h. اعمل عملية تبسيط، بجد ان الاكس تربيع بتروح مع نيجاتيف اكس تربيع، فبتبقى لي 2 اكس اتش زائد الاتش تربيع على الاتش. باخد الاتش عامل مشترك، فبيتبقى لي اتش مضروبه في 2 اكس زائد الاتش على الاتش. بشيل الاتش اللي في البسط مع الاتش اللي في المقام، فبيتبقى لي 2 اكس زائد الاتش. كده يبقى انا بسطتها. هجيب الليمت لما الاتش تقول الزيرو للصيغه المبسطه ديت. دي الخطوه الثالثه. يبقى الخطوة الثالثة ان انا هجيب ليميت ال h تقول للزيرو ل f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h. دي انا بسطتها ل 2 x زائد ال h، عوض على ال h بزيرو تعويض مباشر، على ان القيمة بتاعتي بكام؟ ب 2 x. اذا تفاضل ال x تربيع هو 2 x. هو كان عايز يجيب قيمة المشتقة لما ال x بتساوي سالب 3، اجي عند ال x في المشتقة اشيلها واحط سالب 3 هيديني كام؟ سالب 6. طب كان عايز الاكس لما تساوي 4، اجي عند المشتقة اشيل الاكس واحطها ب 4، يبقى 2 في 4 بكام؟ ب 8. مثال اخر، لو انا عندي الاف اوف اكس بتساوي 3 اكس ناقص 4، عايز يجيب قيمة المشتقة، وبعد ما يجيب قيمة المشتقة ياخد الاكس ب 2 ويجيب الناتج بتاع المشتقة. قلنا اول خطوة بنعمل ايه؟ نحسب اف اكس زائد الاتش ناقص الاف اوف اكس على الاتش. هشيل كل x في المعادلة وحط مكانها x زائد ال h عشان احسب مين؟ f x زائد ال h. يبقى 3 x زائد ال h ناقص 4 ناقص قيمة ال a الدالة عند ال x اللي هي ناقص 3 x ناقص ال 4 على ال h. خطوة تانية بعمل تبسيط للمعادلة اللي فوق ديت عشان اوصل لأبسط صيغة. فهنضرب التلاتة في القوس، يبقى تلاتة اكس زائد تلاتة اتش ناقص الاربعة، وهضرب السالب في القوس التاني يبقى ناقص تلاتة اكس زائد اربعة على الاتش. ابسط هلاقي ان موجب تلاتة اكس راح مع سالب تلاتة اكس، وسالب اربعة راح مع موجب اربعة، هيتبقى لي مين؟ تلاتة اتش على الاتش. لما اشيل الاتش مع الاتش هيتبقى لي تلاتة. يبقى الصيغة المبسطة بتاعتي ان هي وصلت للتلاتة.
يبقى الخطوة التالتة هجيب ايه الليمت بتاعي. يبقى ليمت ال h تقول للزيرو ال f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h هتساوي ليمت لما ال h تقول للزيرو لمين؟ للتلاتة. الليمت لثابت بايه؟ بنفس الايه؟ الثابت اللي هو التلاتة. لما اجي اجيب بقى قيمة المشتقة عند ال x بيساوي اتنين، ايا كانت قيمة ال x فدائما قيمة المشتقة بكام؟ بتلاتة لانها ثابت. يبقى تفاضل تلاتة x ناقص اربعة بايه؟ بتلاتة. مثال اخر، لو انا اخدت ال f of x بتساوي واحد على ال x، عايز يجيب f dash of x وبعدين عايز يجيب قيمة المشتقة عند ال x بتساوي اتنين. قلنا اول خطوة بنعمل ايه؟ بحسب f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h. عشان اجيب f x زائد ال h هشيل كل x في المعادلة او في الدالة بتاعتي واعوض عنها ب x زائد ال h، يبقى واحد على x زائد ال h ناقص واحد على ال x على ال h. ابدأ اعمل عملية تبسيط، فبوصل ان الصيغة المبسطة بتاعتي هي سالب واحد على x في x زائد ال h عن طريق توحيد المقامات. اجي بعد كده اجيب مين؟ الليمت. ليمت ال h لما تقول الزيرو ال f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h، هي ليمت ال h تقول الزيرو لمين؟ لسالب واحد على ال x في x زائد ال h. اشيل كل h واحط مكانها زيرو. لما احط الزيرو هيبقى لي ايه؟ سالب واحد على الاكس في الاكس، يبقى ايه؟ سالب واحد على اكس تربيع. عشان اجيب قيمة المشتقة عند الاكس بتساوي اتنين، هيبقى سالب واحد على اتنين اس اتنين، يبقى سالب ربع. تمام كده. مثال اخر، عايز يجيب المشتقة بتاعت الاف اوف اكس بتساوي اكس تكعيب زائد اتنين اكس. اول حاجة قلنا بنحسبها يمين، اف اكس زائد الاتش ناقص الاف اكس على الاتش. شيل، عشان اجيب اف اكس زائد الاتش هشيل كل اكس في الدالة بتاعتي واحطها اكس زائد الاتش، يبقى اكس زائد الاتش كل تكعيب زائد اتنين في اكس زائد الاتش ناقص قيمة الدالة هي اكس تكعيب زائد اتنين اكس على الاتش. ابدأ الخطوة التانية ابسطها، هفك التكعيب واضرب السالب في القوس الاخير واضرب الاتنين في القوس اللي في النص، وابدأ اشوف لو في حدود متشابهة بس الاشارات مختلفة ببدأ اشيلها مع بعض. فهشيل الاكس تكعيب مع ناقص اكس تكعيب، وهشيل الاتنين اكس مع السالب اكس، خلاص هوصل ان المعادلة بتاعتي بقت تلاتة اكس تربيع على اتش زائد تلاتة اكس اتش تربيع زائد اتش تكعيب زائد اتنين اتش. هلاحظ ان كل الحدود فيها ايه؟ اتش. ممكن اخد الاتش عامل مشترك، فيتبقى لي تلاتة اكس تربيع زائد تلاتة اكس اتش زائد اتش تربيع زائد اتنين. بشيل الاتش اللي في البسط مع الاتش اللي في المقام، فبيتبقى لي تلاتة اكس تربيع زائد تلاتة اكس اتش زائد الاتش تربيع زائد اتنين. الخطوة الأخيرة اللي هي التالتة، بجيب ليميت ال h تقول للزيرو ل f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h، اللي هي ليميت ال h تقول للزيرو للايه؟ للصيغة المبسطة. بعد كده بعوض عن ال h بالتعويض المباشر ان هي بتساوي كام؟ زيرو. الصيغة بتاعتي بعد التعويض هتبقى ايه؟ تلاتة x تربيع زائد اتنين. كده يبقى انا عرفت تعريف المشتقة او التفاضل باستخدام مين؟ النهايات، واخدنا بعض الامثلة. كتطبيق على مشتقات باخد معادلة المماس ومعادلة العمودي. اول حاجة اللي هي معادلة المماس. يعني معادلة المماس في المنحنى؟ الخط يمس المنحنى عند نقطة. المنحنى اهو، عايزة خط يمس المنحنى عند نقطة. منحنى تانية اهو، خط يمس المنحنى عند نقطة. هو ده معادلة المماس او خط المماس. طيب معادلة المماس الشكل العام بتاعها ايه؟ قال ان هي عبارة، طبعا هي معادلة خطية، يبقى واي بتساوي قيمة الدالة عند ال A زائد قيمة المشتقة عند ال A مضروبة في x ناقص ال A. ال A دي النقطة بتاع قيمة ال x اللي المنحنى بيمسها الخط فين؟ عندها. طبعا ال f داش انا عرفت ان انا هجيبها من مين؟ استخدام النهايات. ودي وال f داش ديت هو بيسميها السلوب، اللي هو ايه؟ ميل المماس، اللي هو التغير بتاعي اللي بيحصل في قيمة الدالة على التغير اللي بيحصل فين؟ الإكسات. يبقى الميل هو المشتقة، هو معدل التغير في الواي على معدل التغير في الإكس. فمعدل التغير في الإكس هو الإتش. معدل التغير في الدالة اللي هو عبارة عن إف إكس زائد الإتش ناقص الإف إيه؟ إكس. فبوصل إن ده هو تعريف مين؟ الأسلوب بتاعي، اللي هو ليميت من إيه؟ دلتا اكس اللي هي معدل التغير في الاكس، والدلتا واي هي معدل التغير في الواي. ممكن ان انا اسميها دلتا اكس او الاتش. مثال،
مثال عايز يجيب معادلة خط المماس للدالة f of x بتساوي x تربيع ناقص 5 زائد 1 عند النقطة 7 و15، يعني ال x بـ7 وال y بكام؟ بـ15. أول حاجة عشان أجيب معادلة خط المماس أنا بحتاج مين؟ قيمة المشتق. فأجيب الأول المشتق. طب عشان أجيب المشتق قلت عندي 3 خطوات، يبقى الخطوة الأولى إن أنا بجيب f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h، بعوض في الدالة بتاعتي، بوصل للعلاقة ديت، ببدأ إن أنا أعمل عملية تبسيط عن طريق إن أنا أفك التربيع وأضرب السالب 5 في الكوس إكس زائد ال h، وأدخل السالب على الكوس الإيه الأخير، أخلي كل موجب بسالب وكل سالب بإيه بموجب. لو في حدود متشابهة إشارات مختلفة بمسح مع بعض، فبوصل لإيه إن أنا العلاقة في الآخر مبسطة بتاعتي هتبقى 2x زائد ال h ناقص 5. أجيب الليمت بتاعي لما ال h تقل للزيرو هيبقى 2x ناقص 5، يبقى دي كده قيمة المشتقة للإكس بشكل عام. عشان أجيب الميل بتاع المنحنى اللي هو قيمة المشتقة فبجيبها عند مين؟ عند الإكس بتساوي 7، فبعوض في الشكل اللي أنا جبته اللي هو 2x ناقص 5 عن الإكس بكام؟ بـ7، فبيديلي إن الميل اللي هو السلوب بتاعي بكام؟ بـ9. أصبح عندي الميل وعند النقطة، أعوض بقى في مين؟ في معادلة خط المماس اللي هي الواي بتساوي اف اوف اي زائد الاف داش اوف اي في الاكس ناقص الاي. الاف اوف اي اللي هي قيمة الدالة عند الاكس بتساوي 7، وعطها لي ان هي بكام؟ بـ15، وممكن انا احسبها لو هي مش معطاة عندي، طالما عندي الاكس اقدر احسب الواي. زائد الاف داش عند الاي اللي هي كام؟ بـ9 اللي انا حسبتها، مضروبة في الاكس ناقص الاي اللي هي الاكس، يبقى اللي هي بكام؟ بـ7. ببسط بوصل ان معادلة خط المماس بتاعي هي 9x ناقص 48. مثال اخر، لو عايز اجيب معادلة خط المماس للدالة f of x بتساوي جذر 2x زائد 1 لما ال x بيساوي 4، هنا ما اداليش ال y لانه ما اداليش نقطة. لو انا ما احتاج قيمة الدالة عند ال x بيساوي 4 احسبها عادي، ادهالي خلاص. قلت عشان اجيب معادلة خط المماس بحتاج مين؟ احسب الاسلوب الاول، فيبقى عندي اسلوب ونقطة اقدر احسب اجيب مين؟ معادلة خط المماس. عشان اجيب الاسلوب قلت ان الاسلوب هو مين؟ قيمة المشتق، فاحسب قيمة المشتق عن طريق ان انا اول حاجة بجيب ال f x زائد ال h ناقص ال f x على ال h، باجي تحت الجذر اجيب اشيل كل x واحط x زائد ال h، يبقى جذر 2x زائد ال h زائد الواحد ناقص قيمة الدالة اللي هي 2x زائد الواحد على ال h. عشان ابسط الشكل دوت هلاحظ ان هو ملوش تبسيط، وفي نفس الوقت لو جيت اجيب النهاية هلاقيها 0 على 0. قلت في حالة وجود الجذر بعمل ايه؟ بضرب في المرافق. المرافق اللي هو مين؟ المرافق للجذر، الحد اللي فيه جذر سواء في بسط او مقام بضرب في المرافق بتاعه عن طريق ان انا بضرب في نفسه بس بختلف الاشارة. السالب بخليها ايه؟ موجب. بسطا ومقاما عشان مغيرش في المسألة بتاعتي. بعد كده بضرب البسط في البسط هيديلي ايه؟ جذر في الجذر بالحاجة نفسها، يبقى يديلي 2x زائد 2h زائد 1 ناقص 2x ناقص 1 على ال h في الجذر اللي انا ايه في الحد اللي انا ضربت فيه. هبسط هوصل ان البسط وصل لمين؟ لـ2h، والمقام هو هو، بشيل ال h اللي في البسط مع ال h في المقام، واوصل ان العلاقة بتاعتي بقت بالشكل ده. عشان اجيب الليميت الخطوة التالتة بعوض عن كل h بايه؟ بزيرو، فبديلي 2 على 2 جذر 2x زائد 1. الاتنين اللي في البسط تروح مع الاتنين اللي في المقام، فبديلي الناتج النهائي ان هي ايه؟ 1 على جذر 2x زائد 4. وبالتالي يبقى الاسلوب بتاع خط المماس عند الاكس بتساوي 4 بايه؟ ان انا اعوض هنا في المشتقة عن الاكس ب4، فبديلي 3، يبقى ده الايه؟ الميل بتاعي. المعادلة نفسها ايه؟ انا عندي كده الميل وعندي النقطة، يبقى المعادلة أجيبها وأعوض فيها مباشرة. الواي بتساوي اف اوف اي زائد الاف داش اوف اي في الاكس ناقص الاي. اف اوف اي اللي هي قيمة الدالة عند الاكس بكام؟ بـ4، فباجي بعوض عنها هيديلي كام؟ 3، بعوض في الدالة الأصلية. بعد كده زائد قيمة المشتقة عند الـ4 بكام؟ بـ3، مضروبة في الاكس ناقص النقطة بتاعتي اللي هي 4. ابسط هوصل ان المعادلة بتاعتي ايه؟ 3x ناقص 5 على 3.
دي كده كانت ايه معادلة خط المماس. طب العمودي، المماس ان هو ايه خط يمس المنحنى في نقطة. العمودي لازم يكون ايه من اسمه عمودي على المنحنى بتاعي وبسميه نورمال. هو نفس العلاقة، ولكن الاختلاف ايه؟ نفس المعادلة ده هي. الاختلاف حاجة واحدة، بدل ما كنت بقوله هنا زائد اف داش اوف ايه هتبقى سالب واحد على الاف داش اوف ايه، لكن هي هي يعني نفس الحسابات اللي انا بعملها بحتاجها للاتنين. الاختلاف بس التعويض، فيبقى الواي ناقص اف اف ايه سالب واحد على اف داش اوف ايه في الاكس ناقص الايه. طب لو انا طبقتها اخر مثال انا اخدته عندكم، تتدلى كانت بكام؟ بتلاتة. الاف داش اوف ايه بتلت، وبالتالي لما اجي اجيب سالب واحد على الاف داش اوف ايه هتبقى بتلاتة. اكس ناقص الاربعة يبقى معادلة العمود هتبقى ايه؟ سالب تلاتة اكس زائد 15. هو بيقول لي لو الدالة متصلة هتبقى قابلة للتفاضل، ولو كانت الدالة غير متصلة هتكون غير قابلة للتفاضل. يعني في علاقة ما بين الاتصال وعملية التفاضل. ناخد مثال على كده، لو انا اخدت الدالة بتاعتي اف اكس بتساوي مقياس الاكس ناقص الاتنين، وعايز يجيب المشتقة بتاعتي باستخدام الايه التعريف في اللي هو بدالة النهاية. اول حاجة قلت عشان اطبقها ان انا بعمل ايه؟ بعوض في الاف اكس زائد الاتش ناقص اف اوف اكس على الاتش، بشيل كل اكس في الدالة بتاعتي واعوض عنها باكس زائد الاتش، يبقى مقياس اكس زائد الاتش ناقص اتنين ناقص مقياس الاكس ناقص اتنين على الاتش. ببدأ ابسط، بس قبل ما ابسط عايز اقول لكم حاجة، ان المقياس بيتفك لحاجتين، اما الموجب اكس او ناقص اكس. موجب اكس لو الاكس اكبر من او يساوي زيرو، ناقص الاكس لو الاكس اقل من الزيرو. ليه؟ بحيث لو اكس اقل من الزيرو بقيم سالبة مضروبة في سالب يديلي موجب. طب لو هي اكبر من الزيرو باخدها بنفسها، لان ايه دايما المقياس قيمه موجب. وبالتالي عشان ابسط ديت هشيل كل مقياس واعرفه برضو بايه بالحاجتين دول، فانا هيبقى عندي دايما احتمالين. يبقى الاحتمال الاول ان انا هنا هاخد القيمة الموجبة، ومرة تانية هاخدها بايه بالسالب، يبقى اكس زائد الاتش ناقص اتنين ناقص اكس ناقص اتنين على الاتش، ده في حالة ان الاكس اكبر من او يساوي مين؟ الاتنين. لان هنا انا اشتغلت على ايه؟ مقياس الاكس. طب انت هنا عندك مقياس اكس ناقص الاتنين، فهنا في حالة مقياس الاكس يبقى الاكس اكبر من او يساوي زيرو. طب في حالة الاكس ناقص اتنين يبقى الاكس ايه اكبر من او يساوي الاتنين. مرة تانية اخد الايه الاشارة سالبة، يبقى سالب اكس زائد الاتش ناقص اتنين ناقص في ناقص اكس ناقص الايه الاتنين على الاتش. ابدا ابسط، فهيديلي الصيغه الاولى هتديلي واحد، الصيغه الثانيه هتديلي سالب واحد، وبالتالي لما اجي اجيب الليمت بتاعتي بما انها فرعين هجيبها ايه من اليمين من رايت ومنين من الليفت. فلما اجي اجيبها من الرايت اللي هي معنى كده ان الاكس اكبر من الاثنين فقيمتها بكام؟ واحد. ولما اجي اجيبها من الليفت هتبقى قيمتها بسالب واحد. النهايتين قيمتهم مختلفة، وبالتالي تبقى غير متساوية، يعني غير موجودة، اذا الدالة غير قابلة للتفاضل. ويبقى هنا عندي بشكل عام ان الدالة هتكون لو قابلة للتفاضل بتكون متصلة والعكس. بعد كده هناخد قواعد التفاضل. يعني لو انا عندي الدالة بثابت التفاضل يبقى بايه، ولو الدالة دالة اسية يبقى التفاضل بايه. طب لو عندي دالتين مضروبين في بعض مجموعين على بعض، هنشوف الايه الحالات دي كلها الدوال المثلثيه، فهنشوف القواعد بتاعتي ديت في كل حاله ازاي بتصرف فيها. اول حاجه اللي هي الباور رو، دي اول قاعده بتاعتي، اللي هي لو انا عندي داله الاكس بتاعتي مرفوعه لاس في الحاله ديت بفضل ازاي. قال لي مثلا لو انا عندي الاكس تربيع مرفوعه لاس كام؟ عندي الاكس مرفوعه لاس 2، عشان افضلها بعمل ايه؟ انزل الاس، الاس بتاعي كام؟ 2، انزله اكس واطرح من الاس واحد، فاتنين ناقص واحد بواحد، يبقى اصبح التفاضل الاكس تربيع بكام؟ باتنين اكس. مثال تاني، اكس تكعيب هنزل الاس اللي هو التلاتة، يبقى تلاتة اكس ونقص من الاس كام؟ واحد، يبقى تلاتة اكس تربيع. طب الاكس اسه اربعة، يبقى اربعة اكس تكعيب. طب واحد على الاكس، عشان اسهلها على نفسي واقدر افاضلها هكتبها بالشكل ده، ان هي بتساوي اكس اس ناقص واحد. طالما هي في المقام وانا طلعتها فوق بطلعها بنفس الاس، بس الاشارة تبقى عكسية، هي هنا موجبة اخليها انا ايه سالبة.
طيب عشان افضلها هنزل الاس، انا نزلت ناقص واحد واضرب في الاكس واطرح من الاس واحد، ناقص واحد ناقص واحد بناقص اتنين. لو حبيت ارجعها تاني كسرية يبقى بكتب ناقص واحد، انزلها للمقام تاني واخلي الاس بايه؟ بالموجب. طب واحد على الاكس تربيع برضو عشان اقدر افضلها، طلع الاكس تربيع ديت فوق، فتطلع بدل ما هي اتنين هتطلع سالب اتنين. هنزل الاس اللي هو سالب اتنين وناقص من الاس واحد يبقى ناقص تلاتة، عشان انزلها يبقى ناقص اتنين. هنزل الاكس تحت في المقام بس الاشارة دي هتبقى ايه؟ موجب. طب جذر اكس عشان برضو احولها لشكل الباور عشان اقدر استخدم ان انا انزل الاس واطرح من اس واحد، جذر اكس اللي هو عبارة عن ايه؟ اكس اس نص. طب الجذر التكعيبي اكس اس تلت. طب الجذر الخامس يبقى اكس اس خمس. دايما قيمة الجذر بس بكتبها بشكل كسري، نص تلت ربع خمس كده. هنزل الاس اللي هو نص واطرح من الاس واحد، نص ناقص واحد ناقص نص. لو حبيت تاني ارجعها بشكلها ناقص نص يبقى معنى كده الناقص ده ان هي في المقام، والنص ان هي جذر الايه؟ التربيع. يبقى واحد على اتنين جذر ايه؟ اكس. خلاص يبقى بشكل عام لو انا بفاضل اكس اوف كي بالنسبة للاكس يبقى بنزل الاس واطرح من الاس واحد. مثال لو انا عايز اجيب التفاضل للدالة الجذر الخامس للاكس يبقى اكتبها الاول بشكل ايه؟ اكس اس خمس، انزل الخمس واطرح من الخمس ايه؟ واحد، فيبقى خمس اكس ناقص اس ايه؟ ناقص اربعة على خمسة. حبيت ارجعها تاني يبقى خمس مضروبة في واحد على اكس اس اربعة على خمسة اللي هي ايه؟ اكس اس اربعة للجذر الخامس. واي بيساوي اكس اس سبعة من عشرة، ينزل سبعة من عشرة واطرح واحد يبقى سالب تلاتة من عشرة. ممكن اكتبها بشكل تاني اللي هي سبعة من عشرة على اكس اس تلاتة من عشرة. دي اول رول. تاني رول الكونستانت، لو الدالة بتاعتي كونستانت يعني ايه كونستانت؟ ثابت، تلاتة اتنين اربعة ثابت. فتفاضل الثابت بيقول ان هو ايه؟ بزيرو. تفاضل الثابت بزيرو. نظرية تانية، لو انا عندي عايزة افاضل دالة بالنسبة للاكس بس الدالة ده هي مضروبة في ثابت، الثابت ده بخرجه بره وافاضل انا مين؟ الدالة. مثال لو انا عندي الواي بتساوي خمسة اكس تكعيب وعايزة افاضلها، يبقى انا عايزة افاضل خمسة اس تكعيب بالنسبة لمين؟ للاكس. هخرج الثابت بره وافاضل الاكس تكعيب بالنسبة للاكس، دي دالة ايه؟ باور. انزل الاس واطرح من الاس واحد، يبقى خمسة في تلاتة اكس تربيع يبقى خمستاشر اكس ايه؟ تربيع. اتنين على الاكس، طبعا هطلع الاكس فوق عشان ايه؟ للتسهيل. يبقى اتنين اكس ناقص واحد، افاضل خرج الثابت بره وافاضل اكس ناقص واحد عن طريق ان انا انزل الاس واطرح من الاس واحد، وممكن ارجعها بالشكل ده تاني. طيب اربعة تي تربيع على خمسة، اخرج اربعة على خمسة بره وافاضل التي تربيع اللي هي اتنين ايه؟ تي. طب اتنين جذر اكس برضو اخلي الجذر بشكل الايه؟ قصي عشان اعرف افاضلها. خرج برضو الثابت وافاضل مين؟ الاكس تربيع زي ما قلنا من شوية. طب واحد على اتنين جذر التكعيب الاكس تربيع، بحاول دي ازاي؟ اخليها نص، هرفع الاكس فوق في البسط يبقى اكس تربيع، وما ان رفعتها للبسط اخلي الاشارة سالب وده التربيع بتاعه، وما انها جذر يبقى بقسم على كام؟ على تلاتة لانه جذر التكعيب وافاضل. ودي امثلة تانية تفاضل برضو، ان انا عندي ثابت مضروب في ايه؟ في دالة. لو انا عندي دالتين مجموعين وعايزة اجيب تفاضلهم، فقال لي ان تفاضل دالتين مجموعين عبارة عن ان انا اوزع التفاضل على الجمع، يعني افاضل الدالة الاولى لوحدها واجمعها على تفاضل الدالة التانية، ونفس الكلام يمشي على الطرح، ان انا افاضل الدالة الاولى واطرحها من واطرح منها تفاضل الدالة مين؟ التانية. مثال لو انا اخدت الدالة بتاعتي اكس تكعيب ناقص اربعة اكس زائد الخمسة وعايزة افاضلها، هفاضل مين؟ هفاضل الاكس تكعيب لوحدها وافاضل الناقص اربعة اكس لوحدها وافاضل الخمسة لوحدها، وفي الاخر ايه؟ اجمع او اطرح على بعض. تفاضل الاكس تكعيب بكام؟ بتلاتة اكس تربيع، لان هنزل الاس واطرح من الاس واحد يبقى تلاتة اكس تربيع. تفاضل اربعة اكس بكام؟ باربعة، والاشارة سالب يبقى سالب اربعة. تفاضل الخمسة بزيرو. مثال تاني، سالب اكس اس اربعة على اتنين زائد تلاتة اكس تكعيب ناقص اتنين اكس،
تفاضل الاكس اس 4 على 2، نزل الاس اللي هو 4، يبقى 4 اكس تكعيب على 2 يبقى 2 اكس تكعيب، والاشاره بتاعتي سالب، يبقى سالب 2 اكس تكعيب. زائد، كتبت الزائد، تفاضل ال 3 اكس تكعيب بكام؟ انزل الاس، يبقى 3 في 3 9، واطرح من الاس 1 يبقى 3 9 ايه اكس تربيع. تفاضل ال 2 اكس ب 2 يبقى ناقص 2. الواي بتساوي 3 اكس تربيع ناقص الاكس زائد الواحد على الاكس. ممكن اوزع هنا عشان احولها لشكل جمع وطرح عشان اقدر ان انا افضلها، اوزع الاكس على مين؟ على كل حد في البوست، فيبقى 3 اكس تربيع على الاكس اللي هي بكام؟ ب 3 اكس ناقص اكس على الاكس بواحد زائد واحد على الاكس. ابدا افاضل بعد كده كل حد لوحده، تفاضل ال 3 اكس ب 3، تفاضل الواحد بزيرو، تفاضل واحد على الاكس ان انا اطلع الاكس فوق باكس سالب واحد اللي هي سالب واحد على الاكس ايه تربيع. ممكن تاني عشان ارجعها للشكل ده اوحد المقامات بالاكس تربيع، يبقى 3 اكس تربيع ناقص الواحد. تطبيق على التفاضل مع ربطها بمعادلة خط المقياس، بيقول ان هو عايز يجيب النقط اللي الدالة ديت بيكون عندها خط المماس هوريزونتال. هوريزونتال يعني ايه؟ افقي. معنى تاني بيوازي محور السينات. انا استفدت بديت معلومتها ايه؟ يعني ان الخط المماس هوريزونتال استفدت منها ايه؟ ان السلوب بتاعي او المشتقة بتاعتي بزيرو، لان انا عندي هيوازي محور السينات. في الحالة ديت بقول ان المشتقة بايه؟ بزيرو. ليه؟ قيمه الخط بتاعي ثابت، فالتفاضل الثابت بزيرو، اذا الاسلوب بتاعي بايه؟ بزيرو. فالمعلومه اللي انا استفدتها من ان الخط مماس الهوريزونتال ان الاف داش اوف اكس بتساوي زيرو. عشان ابدا اجيب قيمه النقطه اللي هي الاكس، يعني هحتاج اجيب الاف داش واساويها بالزيرو، فهجيب قيم مين؟ الاكس، وبالتالي اقدر احسب قيم الواي. ممكن استخدمها اجيب الاف داش باستخدام النهايات اللي احنا قلناها في الاول، او بقى اللي انا بستخدم الرولز اللي انا قلتها. طيب لو انا هستخدم الرولز اللي انا قلتها، فهنا انا محتاجه هنا ان انا افاضل مين؟ الداله بتاعتي بالنسبه لاكس. طب الداله اللي هي مين؟ سالب اكس تكعيب زائد 6 اكس تربيع. تفاضل السالب اكس تكعيب بايه؟ ان انا انزل الاس واطرح من اس 1، يبقى سالب 3 اكس تربيع زائد 12 اكس بيساوي الزيرو. هبدا اسويها بالزيرو عشان انا عايزه اجيب قيم الاكس. هلاحظ هنا ان في ايه؟ اكس عامل مشترك، مش الاكس بس، سالب 3 و 12 بيعملوا اسمها 3، فممكن اخد سالب 3 اكس عامل مشترك، يبقى اخد سالب 3 اكس عامل مشترك، هتبقى لي اكس ناقص الاربعة بيساوي زيرو. اما ان السالب 3 اكس هيساوي زيرو، او الاكس ناقص الاربعة هيساوي زيرو. في الحالة الاولانية بالاكس بزيرو، وفي الحالة التانية الاكس بكام؟ باربعة. كده انا جبت احداثيات الاكس، عايز اجيب احداثيات هو عشان انا جبت النقطة. فباجي اعوض مره في الداله بتاعتي عن الاكس بزيرو، ومره تانية عن الاكس بكام؟ باربعه. فلما اعوض في الداله عن الاكس بزيرو هيديلي زيرو، ولما اعوض عنها باربعه هيديلي 32. اذا النقطه الاولانيه زيرو زيرو، والنقطه الثانيه 4 و32. وادي الرسمه بتاعتي، ادي المنحنى. هو هنا بيقول ايه؟ ان الخط هوريزونتال. يعني ما ايه هوريزونتال؟ خط افقي، خط. فكل القيم اللي على الخط ديت ايا كانت قيمه الاكس ايه، الواي بكام؟ بثابت. عشان كده انا بقول ان الميل بكام؟ بزيرو. ناخد تفاضل الدوال المثلثيه اللي هي الساين والكوزين. تفاضل الساين بكوزين اكس، ولكن تفاضل الكوزين اكس بسالب ساين اكس. ناخد امثله. تفاضل عايز يفاضل الداله واي بتساوي 2 ساين اكس، الاتنين ثابت فبخرجها بره. تفاضل الساين بكوزين يبقى تفاضل الايه؟ يبقى ده التفاضل بتاعي، هيبقى 2 كوزين اكس. الواي بتساوي ساين اكس على 2 اللي هي نص ساين اكس، اخرج النص كثابت بره، افاضل الساين اللي هي كوزين، يبقى كوزين ايه؟ اكس على 2. طيب واي بتساوي اكس زائد كوزين اكس، ده الاتنين افاضل دي الواحده ودي الواحده، تفاضل الاكس بواحد، تفاضل الكوزين بسالب ساين، يبقى 1 ناقص ساين اكس. الواي بتساوي كوزين اكس ناقص تلت ساين اكس، افضل كل دالة الواحدة، تفاضل الكوزين بسالب ساين اكس ناقص تلت تفاضل الساين بكوزين، يبقى ايه؟ كوزين اكس. نيجي بعد كده للرول اللي بعد كده، برودكت رول. لو انا عندي دالتين مضروبين، التفاضل في الحالة ديت بيبقى عامل ازاي؟
التفاضل في الحالة دي بيبقى عندي عبارة عن حاجتين، الدالة الأولى في مشتقة الدالة التانية زائد الدالة التانية في مشتقة الدالة الأولى، يبقى تفاضل الدالتين مضروبين في بعض عبارة عن ايه؟ الدالة الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى. مثال، لو أنا عايزة عندي الدالة h of x بتساوي 3x ناقص 2x تربيع مضروبة في 5 زائد 4x، وعايز أفضلها، هعتبر إن الدالة الأولى بتاعتي هي 3x ناقص x تربيع، والدالة التانية هي مين؟ 5 زائد 4x. ف بتطبيق العلاقة اللي أنا قايلها دلوقتي أو النظرية اللي أنا قايلها دلوقتي، فهيبقى عندي المشتقة عبارة عن إيه؟ الدالة الأولى اللي هي 3x ناقص x تربيع في مشتقة الدالة التانية اللي هي مشتقة 5 زائد 4x زائد الدالة التانية اللي هي 5 زائد 4x في مشتقة الدالة الأولى، يبقى دي باي دي اكس ل3x ناقص x تربيع. هكتب الدالة الأولى زي ما هي لأن أنا مش بفاضلها. تفاضل 5 زائد 4x، تفاضل الخمسة بصفر، تفاضل 4x بأربعة زائد 5 زائد 4x مضروبة في تفاضل التلاتة اكس بتلاتة، وتفاضل سالب 2x تربيع بسالب 4x. أبسط عن طريق إن أنا أفك الأقواس بتاعتي، أضرب الأربعة في القوس ده وأضرب القوسين دول في بعض، يبقى 12x ناقص 8x تربيع زائد قوس 15 ناقص 8x ناقص 16x تربيع. أبسط هوصل لإيه؟ بالشكل ده. خلاص المثال اللي بعد كده، عند الواي بتساوي 3x تربيع ساين اكس، وعايز يجيب تفاضل دالتين مضروبين في بعض، هعتبر الدالة الأولى هي 3x تربيع، الدالة التانية هي ساين اكس، فتبقى الدالة الأولى في تفاضل الدالة التانية اللي هي ساين اكس زائد ساين اكس اللي هي الدالة التانية في تفاضل الدالة الأولى. 3x تربيع زي ما هي تفاضل الساين بكوزين زائد ساين اكس تفاضل 3x تربيع بستة اكس، هكتب دي زي ما هي، أبسط دي يبقى 6 ساين اكس، ممكن اخد التلاتة اكس على المشترك فيتبقى لي 3x في اكس كوزين اكس زائد 2 ساين اكس. مثال اخر، لو الواي بتاعتي باتنين اكس كوزين اكس ناقص 2 ساين اكس، الجزء الاولاني من المسألة عبارة عن دالتين مضروبين في بعض، فبعتبر الدالة الاولى هي 2 اكس والدالة التانية هي كوزين اكس، ودوت بفضله عادي لوحده، يبقى 2 اكس في تفاضل الدالة التانية اللي هي كوزين اكس زي كوزين اكس في تفاضل الدالة الاولى ناقص، بخرج الثابت بره وفاضل مين؟ الساين، تفاضل الكوزين بسالب ساين، تفاضل 2 اكس باتنين، تفاضل الساين بكوزين، وبسط هوصل ان هي بسالب 2 اكس ايه؟ ساين اكس. لو انا عندي بقى قسمة بعمل ايه؟ لو عندي دالتين مقسومين على بعض، قلب اربع الدالة اللي تحت واخلي البسط عبارة عن ايه؟ الدالة التانية في تفاضل الاولى ناقص الاولى في تفاضل التانية، وهنا لازم الترتيب يكون ايه؟ نفسه، لان هنا ناقص. تمام؟ طيب يبقى انا عندي تفاضل دالتين مقسومين على بعض عبارة عن ايه؟ المقام تربيع، البسط عبارة عن ايه؟ الدالة التانية في تفاضل الاولى ناقص الاولى في تفاضل التانية. مثال، واي بتساوي 5x ناقص 2 على الاكس تربيع زائد الواحد، قلت اول حاجة هربع المقام اللي هو الاكس تربيع زائد الواحد، تاني حاجة هكتب الدالة التانية وفاضل مين؟ الدالة الاولى ناقص الدالة الاولى في تفاضل الدالة التانية، يبقى اكس تربيع زائد الواحد تفاضل 5x ناقص 2 بخمسة ناقص 5x ناقص 2 تفاضل الاكس تربيع زائد الواحد باتنين اكس، ابسط البسط هيديلي 5x تربيع زائد الخمسة ناقص 10x تربيع ناقص الاربعة على x تربيع زائد الواحد كل تربيع، نفك البسط اكتر هيديلي ناقص 5x تربيع زائد 4x زائد الخمسة على الاكس تربيع زائد الواحد كل تربيع. في دوال مثلثية اخرى لازم اكون عارفة تفاضلاتها غير الكوزين والساين، احنا قلنا ان تفاضل الساين كوزين وتفاضل الكوزين سالب ساين. طب تفاضل التان قال لي السك تربيع، تفاضل التان سك تربيع، طب تفاضل السك سك تان، يبقى تفاضل التان سك تربيع، تفاضل السك سك تان، تفاضل الكوتان سالب ايه؟ كوسك تربيع، تفاضل الكوسك تربيع سالب كوسك
في كوتان اكس. لو انا اخدت مثال y بتساوي x ناقص tan x، وعايزة اجيب التفاضل، تفاضل ال x بواحد، طب تفاضل ال tan بسيك تربيع، يبقى واحد ناقص ايه؟ سيك تربيع. طيب y بتساوي x سيك x تفاضل، يبقى ايه؟ دول ضالتين مضروبين في بعض، يبقى الأولى في تفاضل التانية زائد التانية في تفاضل الأولى. ادي الأولى x تفاضل السيك سيك tan زائد سيك مضروبة في تفاضل ال x اللي هو واحد، يبقى x سيك tan زائد سيك اكس، اخد السيك ايه عامل مشترك، يبقى ده ال واحد زائد اكس تان اكس. مثال اخر، الواي بيساوي واحد ناقص كوساين اكس على ساين اكس. عايز يثبت ان تفاضل الواحد ناقص كوساين اكس على ساين اكس بيساوي تفاضل كوسيك اكس ناقص كوتان اكس. فهعمل ايه؟ هجيب تفاضل واحد ناقص كوساين اكس على ساين اكس، واجيب تفاضل كوسيك ناقص كوتان، وابدا ابسط دي وابسط دي لابسط حاجه، ولازم يطلع الناتج في الاخر ايه؟ متساوي. ناخد الاولانيه اللي هي تفاضل واحد ناقص كوساين اكس ساين اكس، ده ايه؟ مقسومين، يبقى ربع المقام ساين تربيع اكس. الداله الثانيه في تفاضل الايه؟ الاولى ناقص الاولى في تفاضل الثانيه، فالدالة التانية اللي هي ساين اكس. تفاضل واحد ناقص كوزين اكس، تفاضل واحد بزيرو، تفاضل الكوزين بسالب ساين، سالب في سالب موجب، يبقى ساين اكس ناقص واحد ناقص كوزين اكس، تفاضل الساين كوزين، ابسط يبقى ساين تربيع اكس ناقص كوزين اكس زائد كوزين تربيع اكس على ساين تربيع اكس. ساين تربيع اكس زائد كوزين تربيع اكس بايه؟ بواحد، يبقى واحد ناقص كوزين اكس على ساين الاكس. ناخد الدالة التانية كوسيك ناقص كوتان، تفاضل الكوسيك سالب كوسيك كوتان، تفاضل الكوتان سالب سيك تربيع، يبقى سالب كوسيك كوتان زائد كوسيك تربيع. عشان لو طبعا بالشكل ده هما مش متساويين، هجيب الشكل الاولاني واحاول اوصله للشكل ده. فهاجي هنا في الشكل الاولاني هوزع المقام على البسط، على كل حد في البسط، يبقى واحد على ساين تربيع ناقص كوساين اكس على ساين تربيع، واحد على ساين تربيع ناقص هنا هاخد ساين مع كوزين واسيب التانية الواحدة، يبقى واحد على ساين اكس مضروبة في كوزين اكس على ساين اكس، يبقى واحد على ساين تربيع اكس بسك تربيع، واحد على ساين اكس بسك اكس، كوزين اكس على ساين اكس بكوتان اكس. وبكده تكون انتهت محاضرتنا.